الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح ربي يحفظكم وينجيكم ويحقق لكم وقع الأماني عواشركم بروكا وكل عام وأنتم بخير يا ربي يحقق لكم اي حاجه بغيتو في خاطركم ولا تمنيتوها ولا بغيتوها أه الناس اللي باغين الدعاء يا ربي يكون لهم عون ومعين في كل الامور يا ربي اختار لهم اللي الخير يا رب اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم واحد الصيغه ربانيه لفسخ السحر في هذه الايام اللي باقى في رمضان ان شاء الله للناس اللي عندهم تجديد السحر الناس اللي عندهم مشاكل في السحر الناس اللي عندهم حسوا بانهم تسحروا في هذه الايام الناس اللي عندهم السحر التجديد او السحر البغضاء او السحر المقابر او السحر المشموم لابد يديروا هذه الصيغه ان شاء الله باوراق الرند اوراق الغار من اروع ما يكون في في اروع ما يكون في الفسخ وطرد النحس وطرد العين وطرد الحسد بإذن الله بإذن الله سوف تطرد كل السحر اللي عندك في المنزل أو عشميتي أو تصبتي به أو عندك سحر سحر تجديد لا هاد الصيغة مدة أسبوع باش ترضي العين والحسد والسحر التجديد أو السحر المشموم السحر الم السحر المشموم هو اللي تيديرو في البخور و تيمشي بالاسم ديال الشخص المعين اللي بغاو يسحروه اذا كاين الناس اللي تيتسحروا على طريق الهواء طريق الشمان طريق تشميه وانك تاثري لانه بالاسم ديالك ولكن لا يفلح الساحر حيث اتى السحر تيبقى غير ساحر ربعين يوم تبطل هذاك السحر اذا غادي ناخد احبابي ناخذ واحد الكميه ديال ديال هاد الاوراق الغار الناس اللي عندهم في المنزل يخدموا بها الناس اللي ملقاوش اوراق الغار غادي يديروا غير الملحه الا ما اوراق الغار يقراو على الملحه وياخذوا واحد المقله ويديروا جوج معالق ويخلوها حتى تحرق مزيان ويضيفوا لها الحرمل يضيفوا لها الحرمل ويخليو البيت يتبطل من كل الاسحار، ولكن القراءة الرائعة اللي غادي نقراو هي الأساس في كل الأمور، ولكن أوراق الغار علاش نحطوهم تيفسخو العين والحسد والسحر، ولكن هما عندهم واحد الطاقة إيجابية، الناس ديال الطاقة تيخدمو بها لأنها فيها واحد الرائحة رائعة وفي نفس الوقت عندها طاقة إيجابية في طرد النحوسات إذا الناس اللي عندهم مشاكل شكوا في أي سحر وقع عليهم في هاد سبعة وعشرين لا بد يبطلو لا بد يفوسخوا كان الناس اللي عندهم آه عندهم المشاكل عندهم الصداع والمشاكل من بعد سبعة وعشرين أو الناس اللي عندهم ضغوطات في البيت من ناحية المال عندهم توقف الحال عندهم مشاكل مع وليداتهم تينوض الصداع تينوض المشاكل تينوض على قلة الفلوس بعد الخطرات يكون تيكون السحر المنع في كل شيء من تيوقع السحر المنع تيوقف الحال في كل شيء لا في الصحة لا في المال لا في المفاهمة مع الأولاد لا أي حاجة تتأثر ولكن تقدر تدير غير سبب من الأسباب وربي سهل آآ الناس اللي عندهم أوراق الغار يخدموا بها الناس اللي ما عندهم يديروا غير الملحة عندك شوية الحرمل اللحو على الملح ولكن نقرأ في من اذا كان عندي اوراق الغار غادي نشد ناخذ سبع ورقات وغادي نقرا عليهم هذه القراءه ان شاء الله لفسخ الامور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا غنقراها سبع مرات ونقرا سوره الزلزلة غنقرا سوره الزلزلة سبع مرات ونقرا هذه الايه سبع مرات لابطال جميع الاسحار وغادي تقولي اللهم ابطل عن هذا المنزل جميع الاسحار اللهم ابطل عنا السحر المتجدد اللهم ابطل عنا جميع الاسحار ان كان سحر او عين او حسد او توقيف الحال اللهم ابطل يا ربي بحق هذه الايه وهذه الصوره الشريفه صوره الزلزله زلزل كل الاسحار وكل توابع من الاسحار اللهم افسخ عنا جميع الاصحاب حاولوا تكتبوا هذه القراءه ان شاء الله بحول الله وقوته آه الناس يديروا يحطوها فوق البوطه فوق الغاز ويخليو هذاك البخور ديال اوراق الغار يعطيو في المكان راه غادي يبطلوا القديم والجديد سبحان الله لها طاقه ايجابيه وفي نفس الوقت عندها تنزل عليكم السكينه ويبقى هذاك الخير والبركه في البيت الناس اللي باغيين الرزق يقراوا على سبع ورقات اخرى يقراوا عليهم سوره يقراوا سوره الشرح باش ربي يشرح الصدور ديالهم وفي نفس الوقت ربي يجيب لهم الرزق يضيفوا عليها يا رزاق سوره الشرح سبع مرات ويقراوا عليها اسم من أسماء الله الحسنى يرزق وغادي ربي سبحانه وتعالى باسم الرزاق غادي يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، آه الناس اللي عندهم غير الملحه ما عندهم حتى حتى آه حاجه في البيت بغاو غير يبطلوا ويقراو غادي ياخذوا الملح، الملح هي رائعه في الإبطال. غادي ناخد واحد جوج معالق في الدليمنا وغادي نقرأ عليهم هذه الآية وصورة الزلزلة إذا غادي نقرأ هاد الآية من صورة الإسراء آية واحد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نقرأها سبع مرات ونقرأ صورة الزلزلة وغادي نوضعها في المقلة من بعد ما حطيتها في المقله غادي تبقاي تحركي معلقه خشب وانت تقراي اللهم يا ربي بحق هذه الايه وبحق هذه الصورة الشريفه بحق صوره الزلزله ان تزلزل جميع العوارض في هذا البيت ان كان حسد او عين او تجديد الاصحار اللهم ابطل اللهم ابطل اللهم ابطل بحق محمد وآل محمد إلى عندك حرم اللوحي مع الملحة وقرأي عليهم بجوج اللي ما عندوش قاعد يدير غير الملحة تجيبي هذيك المقلاة حتى الباب وتأخذي كأس الماء وتطفي طفي هذيك الملحة على مدخل الباب من الداخل وغادي يبطل ربي سبحانه وتعالى غيبطل جميع الأسحار الناس اللي عندهم تجديد السحر لابد يديروا هاد الصياغ باش يحميو نفوسهم حتى الا حصل غادي يبطلوا الا أه حصل راه غادي يحسوا بصداع يحسوا بالصداع غادي يحسوا بضيقه النفس غادي يحسوا بالمشاكل غادي يحسوا بانهم أه ما أه باغين يتجوا من الدار باغين يحسوا بريوسهم ما باغينش يجلسوا في المنزل أه ما تيتفاهموش تولي انسان عنده مشاكل مع اولاده ديما تيحس براسو بانه مخنوق في البيت هادو هما الاسحار اللي تيديرو الكفره بالله اللي ما تيخافوش الله ومتحدين مع شياطين الجن لان تيتسناو هذيك اللحظه ديال 25 26 27, 27 انهم يجدوا فيها السحر لان سبب السحر هو كله من البغضاء وكله من شر النفوس المريضه أه السحر تخرج من نفوس مريضة مريضة أه بالشر بالشر سبب هذا الشيء الحسد من النفوس المريضة من نفس الخبيثة نفس اللي عندها شيطان مريض أه هما شياطين الإنس ولكن هما أكثر من شياطين الجن أه استغفر الله العلي العظيم أه الشيطان تسمي الله يذهب أما شيطان الإنس ما يذهبش إذا إذا احترسوا في هذه الأيام النساء اللي عنده عدو شيطان لابد أنه يقرأ القرآن ويذكر الله ويداوم على واحد الآية لرد السحر سورة الزلزلة يقرأها بزاف سورة الزلزلة ترد السحر إلى صاحب السحر إذا هذه نصيحة إنسان يقرأ القرآن ويستغفر ويخليه على الله والله كريم إذا أحبابي تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى لكم إلى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك دعموا القناة